نهاركم سعيد مشاهدينا، نطلعكم في بداية هذه النشرة على حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وكوفيد 19 في المغرب. لحدود اللحظة 358 حالة تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، منها 23 وفاة و11 حالة تمثلت للشفاء. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد إسرا. ثلاثة عشر حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد هي الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة إلى 358 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1455 حالة. أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة، فقد سجلت جهة الرباط صلى القنطرة 7 حالات، مراكش أسفي 5 حالات، الشرق حالة واحدة. وتأتي هذه المستجدات في وقت بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 11 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 23 حالة. ونذكر أن وزارة الصحة وضعت أرقاما هاتفية للتواصل مع المواطنين في مختلف الجهات حول مستجدات هذا المرض. والأيام العشر المقبلة ستكون حاسمة في تطور هذا الوباء في بلادنا، يقول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في افتتاحية مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية تتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع، داعيا المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام، وإلى المكوث في بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة في العمل والتطبيب وتسوق الاحتياجات اليومية. وكما أشرنا في العناوين، للتخفيف من تداعيات انتشار الفيروس على الأسر التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عملية الدعم المؤقت لهذه الأسر. دعم مادي يتراوح ما بين 800 و 1200 درهم، وسيتم عبر مرحلتين كما سنتابع في تقرير زهير داوي. المرحلة الأولى وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تهم الأسر التي تستفيد من خدمة رميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي بسبب الحجر الصحي. الأسر المعنية يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش، وسيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس. المساعدة المالية حسب بلاغ الوزارة ستوزع على الأسر المكونة من فردين أو أقل 800 درهم، والأسر المكونة من 3 إلى 4 أفراد 1000 درهم، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص 1100 درهم. الوزارة أوضحت أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة رميد إرسال رقم بطاقة رميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتف المحمول إلى رقم 1212، على أن بطاقات الرميد التي سيتم قبولها هي تلك التي كانت صالحة في 31 من دجنبر 2019، ويمكن الإدلاء بهذه التصريحات ابتداء من 30 مارس 2020، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من 6 أبريل المقبل من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تفرضها جائحة كورونا. في الإطار نفسه ذكر بلاغ الوزارة أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر والرد على الشكايات، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة من التضامن التي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية. المصدر ذاته كشف أن المرحلة الثانية تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة رميد والتي تعمل في القطاع غير
غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا. وفي الأيام المقبلة أشار بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيعلن على انطلاق منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات. وقرار الدعم المؤقت هذا لقي ترحيبا من الفئات المعوزة التي تعيش ضائقة مالية كبيرة في هذه الظروف الاستثنائية، ولذلك بسبب طبيعة عملهم الذي يكسبون منه قوتهم اليومي، وكذا نتيجة للركود الاقتصادي الذي تعرفه الكثير من القطاعات. محمد القنت ويوسف لطفي. دعما للعاملين في القطاع الغير المهيكل غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد فقدانهم لدخلهم اليومي بسبب حالة الطوارئ الصحية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية صرف مساعدات لهذه الفئة من الصندوق الخاص بمواجهة وتدبير فيروس كورونا، إجراء لقي ترحيبا كبيرا من طرف هذه الفئة المعوزة. أنا سائق سيارة البضائع، نقل البضائع، سنفيق الصباحية على ربي تدير الجيش ندخل في حالتي، جابشي الله تبارك الله ما جابشي الله راه ندخل في حالتي ومتبوع بالكريدي ومتبوع والصاير وعندي الوليدات. وهاد المساعدة اللي تعطي الدولة حنا راه محتاجين فيها في الظروف هادي وهاد الوضعية هادي. أنا نقولك حنا محتاجين هاد المساعدة اللي دايرة الدولة حيت باش نعاون راسي ونعاون شا الأسرة ديالي بالنسبة للكرا والمصاريف شحال من حاجة. بالنسبة لهاد المبيوعشة اللي كنبيعو راه ما قادنيش، فهمتيني، ديك 150 درهم ديالي لا نعاون الدار نعاونو الكرا راه ما قادانيش. بالنسبة للمساعدة اللي تعطينا الدولة نريح في دارنا. اللجنة قررت صرف مساعدات لهذه الفئة عبر مرحلتين. المرحلة الأولى تخص الأسر المتوفرة على بطاقة راميد، ثم المرحلة الثانية تخص الأسر التي لا تتوفر على هذه البطاقة، أسر فقدت دخلها بسبب حالة الطوارئ الصحية وكذلك نتيجة طبيعة الأعمال الغير المهيكلة التي يزاولونها لكسب قوت عيشهم. كاين هذه الازمه بنادم راه تقلت ماشي بحال اللي كان. هذه المساعده غتعاونو محتاجين لها كامله، ومهم غتعاوننا مزيان وغتشجع الناس مزيان. هاد الظروف هادي حنا واقفين نهائيا، ما عندنا والو، كنجيو نجلسو كيجرو علينا. انا عندي الكرا وعندي الماء وعندي الضوء وعندي ولادي اعطيني فجيه اخرى كنخدم ما ياكلو، والحاله راه هي هاد. وانا محتاج زيد محتاج بزاف ماشي عشوية ولاحق عليها. عندي موتور كنجمع به ديك القرعة، ايوا هادي راه حنا كنتظروا هادشي اللي قالت الدولة كنتظروه، حيت راه حنا نهار بنهار يعني النهار اللي خرجت نخدم راه ديكشي اللي كنصورو كنجيبو لوليداتي كياكلوه، عاوتاني خصك غدا تدخل تخدم حيت ما عندنا لا خلصة لا منضة لا حتى شي حاجة. وهادشي اللي عطى الدولة حنا راه كنتظروه وفرحانين به. مبالغ الدعم لهذه الأسر حددت في 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسر المكونة من 3 إلى 4 أشخاص، و1200 درهم للأسر المكونة من 4 أفراد. وللمزيد من التدقيق في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط الخبير الاقتصادي المهدي الفقير. أهلا بك سيدي. إذن بعد مرحلة يعني دعم المقاولات والأجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، جاء الدور اليوم على باقي المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل للاستفادة من الدعم على مرحلتين. لو توضح للمشاهدين المعنيين بالمرحلة الأولى كيفية الاستفادة من هذه المساعدات المالية. الأكيد أن المعنيين هم الحاصلين على بطاقة الراميد أي بطاقة المساعدة الطبية إلى حدود 31 من دجنبر 2019 وفق قاعدة البيانات المحينة المتوفرة لهذا الغرض، وسوف يستفيدون وفق سلم للتعويضات تم تحديده على شكل